نهاية مارس كانت معروفة بعودة العلاقات الإسبانية المغربية. إذن قبل هذه المدة كان هناك يعني شبه انعدام ديال الهجمات ديال السلطات المغربية على الغابات المتواجدة التي يتواجد فيها المهاجرون، وكان كذلك ارتفاع كبير في عدد المحاولات التي يقوم بها المهاجرون على السياج الحدود. يعني لاحظوا معي يعني كيف ستنقلب الوضعية مباشرة بعد عودة العلاقات. يعني لاحظنا بأن المؤشرين انقلبا تماما، يعني فيما يخص الهجومات يعني أصبحت يومية تقريبا. يعني لاحظنا تقريبا 31 هجوم في المرحلة ما بين مارس حتى مايو قامت به السلطات المغربية على الغابات التي يتواجد فيها المهاجرون وطالبي اللجوء. وفي المقابل يعني لاحظنا بأنه يعني لم تكن هناك محاولات كبيرة خلال هذه المرحلة. Toute la situation d'Espagne et elle a écrit un livre appelé Femmes de France. كاين زوج ديال العوامل اللي من خلالهم نفهموا القساوة الكبيرة اللي مورست على طالب اللجوء خلال هذه المرحلة. أولا كان كما قلت الحصار الغذائي، هذا لم يكن فيما قبل نهائيا فيما بعد، يعني ما نعرفه يعني خلال كل المدة التي تابعنا فيها المهاجرين السلطات لم تكن تمنع الغذاء عن طالب اللجوء خلال كاع المراحل. والتعامل القاسي الثاني هو يعني قصف المخيمات ديال المهاجرين بالغازات المسيلة للدموع. الخرق الاخر هو هذاك التعامل القاسي واللا انساني يعني والمهين للكرامه الانسانيه اللي لاحظناه خلال في الفيديوهات كاملين، يعني الضرب ديال البليسي. وكان كذلك الخرق الخطير كذلك هو فيما يخص غفو المؤشر، يعني الابعاد السريع اللي مارسته السلطات الاسبانيه كذلك لحوالي احنا نقدر عدد طالبي اللجوء الذين تمكنوا من دخول المليليه، يعني قطعوا السياج وقامت السلطات الاسبانيه يعني في خرق كبير لارجاعهم الى السلطات المغربيه، يعني حوالي 100 طالب اللجوء. وطبعا السلطات الاسبانيه كانت ترى بام عينها يعني العنف الذي كان يمارس على طالبي اللجوء من طرف السلطات المغربيه، ورغم ذلك يعني عرضت هذه المئه للخطر عندما سلمتهم يعني مباشره الى السلطات المغربيه. الفرع اشتغل ايضا على واحد المساله مهمه اللي هي تحديد او ليدونتيفيكاسيون تاع لي ديسباري عبر التواصل مع العائلات ديال الضحايا. وكان هذا واحد العمل مهم تلقينا فيه المئات من الرسائل، المئات من طلبات المؤازره عند العائلات ديال المفقودين اللي شاركوا في يوم الفاجعه، واللي وصل العدد ديالهم ل 64 مفقود لحدود 15 يوليو 2022. طبعا هذه الوضعيه يعني ادت لاستفحال الامور. يعني هنا بالنسبه للتاريخ ديال المهاجرين الهجره بالنظر نرى هذا الاستعمال مفرط كثير. Depuis 2015 le Maroc a déclaré vouloir changer la loi sur la migration et mettre une loi sur le réfugié. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons rien encore d'officiel. Et aussi même ce qui est d'habitude se fait, c'est de présenter ces rapports, ces drafts pour la discussion publique par la société civile et tous les acteurs sociaux. Jusqu'à maintenant, nous n'avons rien du tout. Ni la loi sur la migration, ni la loi sur le réfugié. Donc on a un vide au niveau de la loi sur le réfugié. لماذا ستهاجم داخل المخيمات؟ لمهاجمة